في أحد الأيام أراد النجار جيبيتو أن يصنع دمية خشبية وأن يجعلها تتحرك وترقص كما يتحرك الصبي الصغير الحقيقي. وحين أنجز عمله قال للصبي الخشبي: سيكون اسمك بينوكيو. وفي الليل ظهرت ساحرة صالحة وحركت عصاها السحرية وحولت الصبي الخشبي إلى كائن حي، وقالت له: يمكنك الآن أن تتحرك وتتكلم. ثم اختفت. وعندما أفاق جيبيتو من نومه كان سعيدا برؤية دميته تتحول إلى كائن حي. قرر جيبيتو إرسال بينوكيو إلى المدرسة لعله يصبح رجلا صالحا. وذهب بينوكيو إلى هذه المدرسة ولكن بدون رغبة شديدة. وفي طريقه إلى المدرسة التقى بينوكيو هرا وثعلبا فدعواه إلى الذهاب لرؤية الدمى معهما. وكان بينوكيو ساذجا فوافق ورافقهما، فأحس بمتعة كبيرة وقرر المشاركة في العرض باعتباره فنانا، وقال في نفسه: ما أقدرني على إضحاك الناس، سأكون أفضل من هذه الدمى. وقفز إلى المسرح فاستمتع كل المشاهدين. وفي هذا الوقت باع الهر والثعلب بينوكيو وقبضا ثمنه من عارض الدمى ورحلوا. وعندما أراد بينوكيو الذهاب منعه عارض الدمى، فأخذ بينوكيو يبكي، فأشفق عليه عارض الدمى وسمح له بالرحيل وأعطاه شيئا من المال أجرا لعمله، فسار بينوكيو إلى بيته مسرورا. ولكن في طريق العودة التقى بينوكيو من جديد الثعلب الخبيث والهر، فقالا له: إلى أين تسرع يا بينوكيو؟ ماذا تحمل بيدك؟ فأجاب بينوكيو بلطف: إنها 5 قطع نقدية، وأنا ذاهب إلى بيتي فورا لأعطيها لأبي. فقال الثعلب والهر: أتحب أن تأخذ لأبيك كيسا مليئا بالقطع النقدية؟ فأجاب بينوكيو ببساطة: بالتأكيد. فقال الثعلب والهر: إذن فاغرس قطعك النقدية تحت هذه الشجرة لتحصل غدا على كمية أكبر كثيرا. وكانت الساحرة الصالحة تنتظر بينوكيو في بيته. وحين عاد طلبت إليه أن يروي لها حكايته. في البداية تكلم بينوكيو كلاما صادقا، وحين وصل إلى ذكر المال أخذ يكذب، فأخذ أنفه يطول ويمتد، فضحكت الساحرة وبكى بينوكيو.
وأخيرا أشفقت الساحرة عليه ونصحت له الابتعاد عن الكذب، فعاد أنفه إلى طوله الطبيعي. وفي اليوم التالي توجه بينوكيو إلى الشجرة وحفر بحثا عن القطع النقدية، لكنه لم يجد ولو تلك التي خبأها، لأن الثعلب والهرة كانا قد سرقاها. وفي طريق عودته إلى البيت رأى بينوكيو عربة تحمل أولادا، فسألهم: إلى أين أنتم ذاهبون؟ فأجاب الأولاد: إلى بلاد الألعاب، فهناك لن نذهب إلى المدرسة. فرافقهم بينوكيو. وهناك كان بينوكيو يقضي وقته في اللعب، لكن أنفه بدأ يطول، فأحس بالخجل وأراد العودة إلى بيت أبيه. واستطاع بينوكيو الفرار من بلاد الألعاب، ولكنه حين وصل إلى بيته لم يجد جيبيتو، فقد أبحر جيبيتو بحثا عنه، فأبحر بينوكيو وجاب البحر بحثا عن جيبيتو. وأخيرا رأى حوتا ضخما ينام فاتحا فمه، فدخل فيه بينوكيو وكان جيبيتو في الداخل، فتعانق الأب والابن بشوق كبير. وتمكن جيبيتو وبينوكيو من الخروج من بطن الحوت، ثم ركبا قاربا ووصلا إلى بيتهما بعد عدة أسابيع. ومنذ ذلك الوقت لم يتخلف بينوكيو عن المدرسة. وفي طريقه إلى المدرسة التقى بينوكيو الثعلب والهر عدة مرات، لكنه لم يتوقف على الرغم من إلحاحهما. وحين رأت الساحرة الصالحة أن بينوكيو كان صادق التوبة، لمسته بعصاها السحرية وقالت له: ستصير منذ الآن ولدا من لحم ودم. وعاد أنف بينوكيو إلى شكله الطبيعي وصار ولدا حقيقياً.